احنا الدعاء اللي ممكن نبدأ بيه الكلام ورمضان، واحنا في اوائل رمضان دلوقتي، انه ربنا سبحانه وتعالى، يعني كنا قلنا الدعاء ده قبل كده بقى مع الاعلامي معتز الدمرداش ربنا يمسيه بالخير، وتلاقيه على الهوا هو كمان دلوقتي بقى، فنسلم عليه عبر القنوات الفضائية. انه اللهم اخرج من قلبي كل قدر للدنيا، احنا بنتجه الى الله وبنقول له يا رب اخرج من قلوبنا، ودي فيها إقرار له سبحانه وتعالى أنه هو من يملك القلوب، وهو من يملك تطهير القلوب، وهو من يملك إخراج الدرن وال يعني مش عايز أقول الكلمة سيئة بالفصحى تنفع، الوسخ للدرجة دي بتاعت الغفلات من القلوب سبحانه وتعالى. فبنتجه إليه مقرين له بالقدرة دي وحده، وبنقول له أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق. ممكن ساعات نبقى مدين الدنيا أكبر من حجمها وأكبر وأكتر من قيمتها، والموازين عندنا، ودي برضو كنا بنتكلم في العربية مرة مع بعض لو تفتكر، فده اللي خلاني بأؤكد على المعنى بتاع إن احنا نكمل الحوار هنا بدل ما أقعد كده لوحدي. يعني التساؤل ده دايما عند الناس، هو أنا اللي بحط المقادير دي قد إيه دنيا وقد إيه آخرة، وفين يعني فين دور الشخص في وضع الملامح. نجيلها دلوقتي بقى زي ما بنعمل حتى يعني في العادي، فهنجيلها لانها في وسط الدعاء هتيجي معانا، لانه احيانا بندي الدنيا اكتر من حجمها واكتر من قيمتها، وبندي الخلق، والمراد بهم هنا الخلق عامه لكن كمان الخلق الناس، انسى الناس كنا قلنا زمان، بندي الناس اكتر من قيمتهم، ما تصور ان هم بجد فاعلين معانا او رازقين او بيدوا او رايهم مهم، او لو انا سقطت من اعينهم يبقى انا وحش او او او, أو. وكل محل للخلق. خرج الحاجات دي من قلبي يا رب، اللي هي بتعمل ايه؟ يميل بنا الى معصيتك. ممكن تكون بتميل بنا الى المعصية، فانا لولاها ما عصيتك يا الله، انا بعصي علشان الحاجات دي هي اللي بتحركني او يشغلني عن طاعتك. ممكن يكون يعني صاحب الدعاء هنا وضح انه ممكن الحاجة دي تميلني للعصيان، او ممكن تكون بتشغلني عن الطاعة، فبقى انا في طاعة وعارف لازم اعملها بس الحاجات دي هي هيقولوا عليا شيخ. انا فاكر شخصيا وانا في الجامعه الامريكيه، فطبعا كان ساعتها، وانا فاكر الجامعه الامريكيه على ايام يعني ما كانش لسه الجامع بيتملي زي دلوقتي ما شاء الله، في الاي يو سي في الجريك كامبس، او انتوا نقلتوا بقى، واصلا الجماعه نقلوا يعني، انا ما حضرتش الكامبس الجديد ده والمبنى، لكن على ايام المبنى بتاع التحرير طبعا عارفه يعني، ففي المبنى الجريك اللي هو فيه المكتبه، كان عندنا جامع كنا بالعافيه بنكمل صف ما شاء الله، على اخر التخرج بتاعنا كان بيبقى جماعه بحالها واقفه بره مستنيه الجماعه الاولى، ففي بركه كتيره. لكن اياميها بقى في الاول لما كان تقريبا ما حدش فينا بيصلي، كان انا فاكر شخصيا كان عندي التخوف ده ان انا لما يدن الاذان واقوم هيقولوا عليا شيخ، كان عندي يمكن 18 19 سنه، وقلقان، واكيد في حد من اللي بيتفرجوا دلوقتي اللي عنده 18 او 19 او عندها بيمروا بنفس القلق. من هنا جه الحوار، فاهو اهو ده الدعاء اللي يخرج القلق ده، يا رب خرج من قلوبنا اي قدر للدنيا او للخلق، مكان للخلق، بسبب وجود القدر في قلوبنا ده بقينا بننشغل عن الطاعه او بنميل الى المعصيه. بس الطريق الصح واحنا بنسمع الغنوه بينبهنا ان احنا مش بنختار تعاسه ولا كآبه ولا الكلام ده، مش كده يعني؟ ايه رايك؟ طبعا يعني انا لا طبعا بالظبط، يعني احنا بنقوله يخرج سبحانه وتعالى من قلوبنا الحاجات اللي ممكن تميل بينا للمعصيه او تشغلنا عن الطاعه، او يحول بيني وبين التحقق بمعرفتك الخاصه ومحبتك الخالصه. الدعاء ده بيوجهنا توجيه صحيح، بيقول لنا ان احنا موجودين في الدنيا عشان نتحقق بحاجتين كل الدين جواهم، ان احنا نعرفه بجد سبحانه وتعالى، مش معرفة ذهنية كده وخلاص، ربنا ربنا بيحيي ويميت، بيحيي ويميت، ده ذهنية كويسة، لكن هناك ما هو أعمق منها، هناك بقى المواجيد، هناك الذوق، هناك القلب الحي بجد اللي ممكن زي ما قلنا امبارح كنا عاملين ندوة في ساقية الصاوي عندكم، انه ممكن الواحد مش فكر كان ايه المعنى، لكن كان احد الصالحين اللي لما سئل عن خشوعه ايه الحكاية بتخشع كده ازاي، كلنا نفسنا في كده عايزين نخشع مش عارفين بخش الصلاة، فقال ما زلت أردد الآية حتى استحضرت القول لها من الذي أنزلها. الله، ازاي يبقى ضايق المعنى بتاع القرآن ده؟ بيجي من تطهير للقلب، وهنجيله دلوقتي. فهو الدعاء ده بداية التزكية في شهر رمضان، شهر التزكية برضو،
أو يحول بيني وبين التحقق بمعرفتك الخاصة اللي ما بتجيش غير لو القلب اتطهر فتهيأ للمعرفة دي بجد. وده حقيقة المعنى بتاعه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش ظاهر بس، ظاهر وباطن. طب لو عرفناه معرفة حقيقية بجد بقى بيحصل إيه؟ معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة، تيجي المحبة. مفيش حد عرف ربنا بجد محبوش. فلو أنا بقول عارفه عارفه بس مش بحبه، يبقى المعرفة يعني مش أصلي.